طبعا احنا شفنا الحدث الأليم بتاع الحادث بتاع مدينتي، والناس كلها كانت بتتكلم عنه على السوشيال ميديا، والناس كلها كانت متأثرة جدا جدا باللي حصل. للي ما يعرفش الموضوع، اللي حصل انه كان في عربية في مدينتي، وكان في طفل بيلعب بسكوتر، والطفل حك العربية بتاعت الراجل، فالراجل راح واتخانق مع اهل الولد اللي حك له العربية. اللي حصل ان هما تقريبا شدوا مع بعض في الكلام، والراجل خلاص اتجنن تقريبا، اخذ عربيته وراح دهس الست، والست كانت صيدلانية وهي توفت. وطبعا الاب والاولاد الصغيرين كلهم مصابين جامد جدا جدا جدا، وقلبنا كلنا معاهم طبعا. أكيد. بس الموضوع ما وقفش على كده. اللي حصل ان احنا نزل امبارح ابديت جديد عن الحادث اللي حصل ده، واتقال انه الراجل ده اللي هو كان اصلا ضابط، راح للمحكمة وفعلا اتقبض عليه، واتحكم عليه في جناية عاجلة امام المحكمة اللي هي كانت محكمة الجنايات العسكرية. والموضوع بيمشي بسرعة جدا، والحكم هينزل قريب جدا، واحنا كلنا مستنيين الحكم ان هو ينزل في اسرع وقت وفي اقرب وقت، ومصر كلها قاعدة ومستنية الراجل ده ان هو يتحكم عليه. بالظبط، لان هو ناس كتير قوي كانت متخوفه ان هو عشان ظابط هيبقى حد واصل وعنده كونكشنز، فالموضوع هيتقلب، هيقولوا ان هو ما كانش قصده وهكذا. بس اللي حصل ان هو الاكوزيشن او التهم اللي عليه ان هو قتل عمد، وده دي كانت اول بوينت بجد. يعني الناس كلها كانت حاسه انه العيله دي هتاخد حقها فعلا، وانه يعني في عداله فعلا في مصر، لانه هو في فيديوهات، هو في فيديوهات ليه وهو بيدوس الست ليترلي بيتحرك عليها رايح جاي. طبعا اتس جرافيك فيديوز، احنا مش هنشير الفيديوز دي وما ننصحش ان انتوا تشوفوها، بس الفكره انه الفيديوهات دي كانت انف ان هو يتوجه له تشارجز قتل عمد. الفكره كمان بقى زي ما ملك بتقول انه امبارح اتقال انه هو المحاكمه هتكون محاكمه عسكريه، ودي ده هو البوينت، ان هو مش هيتحاكم محاكمه مدنيه، مع انه ما كانش لابس تقريبا الزي العسكري بتاعه، بس هيتحاكم محاكمه عسكريه. وانا شايفه ان هي دي بقى البوينت بتاعتنا، ان هو انت ضابط، انت عندك اصلا هدفك كله انك تحمي المواطنين مش تقتلهم عشان بيرسونال فندتا. فالفكرة انه بجد يعني من احسن القرارات اللي احنا سمعناها ان هو هيتحول لمحاكمة عسكرية عاجلة، يعني هم مش هيستنوا فعلا زي ما منك بتقول، هيعملوا المحاكمة دي as soon as possible، وهتكون محاكمة عسكرية.